وبعد غاديش نحاول نجاوب على بعض الاسئله، نحاول نتفاعل مع الاسئله اخي، ماليش نجاوب بالترتيب. هذه الاسئله ديال المواكبه والتواصل، بالفعل انه لم لدينا الندوه الصحفيه يمكن تكون هي بدايه ديال التعامل مع الاخوان في الصحافه. نرى الاشاره يمكن يكون شي تقصير في بعض الاحيان، ولكن مادام ان تفكيرنا مشى في اطار التنظيم ديال الندوه واللقاء مع الصحافه، لان هذه بدايه يمكن ان نحاول نشجعوها كاملين. ومستقبل ان شاء الله، لانه غادي نتقاسموا مع كاع المعطيات اللي غادي تكون في المستقبل. بالنسبه كذلك لان كيفيه التعاطي مع الكونفدراليه او تعاطي محاباه مع اطارات اخرى، فاحنا في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل حنا نقابه مستقله مكافحه، نقابه لتاسسات يعني في ظروف معينه، نقابه التي تعمل في الاطار الاجتماعي في بعدها السياسي في طرحها لمجموعه الملفات وفي اطار الوضوح ديالها، على ان يمكن هذا الشيء يخلق على بعض الاطراف كيفية التعامل مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. يمكن تكون هذه من بين الاسباب اللي يمكن ان يكون التعاطي او تمييز في التعاطي مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. نحن النقابة الوحيدة قلت الذي تناضل من اجل مطالب ديال الشغيلة والطبقة العاملة بشكل عام، ومن اجل ديمقراطية المجتمع على بشكل عام كذلك. يمكن ان في اطار لرسم الكونفدرالية يمكن ان يجعلنا مجموعه ديال الاطراف ان يتوجسون من الكونفدراليه الديمقراطيه في الشغل. يمكن على ان الخط يمكن ما يلقاو اختلاف في اطارات اخرى. معركتنا كما قلنا احنا هي معركه، يعني احنا اطلقنا مبادره، احنا وضع مقلق يدعو للاحتجاج. احنا اطلقنا معركه، سنحتج الى ماذا؟ قلت حنا درنا طلب لقاء مع الرئيس من اجل معالجه كل الملفات، باعتبارنا شريك مع الجماعه على اننا نحلوا كاع الملفات. معركتنا حنا سنحتج وسنواصل الاحتجاج، وحنا التاريخ ديال الكونفدرالية هو تاريخ نضال وتضحيات. معركتنا هي مؤسسه وفق الامكانات وفق القدرات الذاتيه ديالنا، اننا غادي نمشيو تنحتج، بمعنى ان هناك وضع مخير، ان النقابه تحتج على وضعين. شنو هي نوعيه الاشكال التطور ديالها؟ اذا ما يمكنناش نحكموا عليها، هذا في اطار الديناميه ديال المعركه. ونحن نقول كذلك عندنا في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، نؤمن بالوحده، نؤمن بالعمل المشترك، ونحن مع التنسيق النقابي، نحن مع التنسيق النقابي. ومهاد الفرصه نوجه الدعوه الى اطار احياء التنسيق النقابي عندكم، وتنتم توصلوا هذا الخطاب على اننا مستعدين في اطار مبادره او انار نضال وحدوي مشترك، لان الحقيقه ما كاينك حتى واحد، وحتى واحد ما قادر انه يقول يدير شي حاجه بوحدو. ولكن اذا كان الوضع على اننا يمكن حنا تنبهنا للحظه، يمكن شعرنا بامور خطيره يمكن مازال ما دركهاش البعض، على اننا ما غاديش نبقاو، على اننا خصنا ندقوا ناقوس الخطر. وهذه مبادره اللي نتمنى ان الكل يلتف على هذه المعركه.